مؤتمر نموذج الأمم المتحدة تطوان في نسخته السابعة، يحط الرحال هذه السنة مع هدف آخر من أهداف التنمية المستدامة، المساواة بين الجنسين، والمناسبة تشرف طبعا في مارس. الهدف هو تقريب الشباب من الأهداف، الهدف أيضا هو توعيتهم بقيمة المساواة أو قيم المساواة خاصة بين يعني الجنسين، وفتح آفاقهم على قضايا دولية. طبعا هذا المؤتمر هو مسار يعني نخطه من خلال مجموعة من الورشات نلتقي فيها أسبوعيا من أجل تنمية المهارات وصقل يعني المواهب على مستوى الخطابة، على مستوى الترافع والتفاوض لدى الشباب، حتى يكونوا قادرين على مستوى السوسيو مهني على إيجاد أو الاندماج في المجتمع، سواء على المحلي أو الوطني أو حتى على المستوى الدولي، خصوصا أننا نحاكي باللغتين العربية والإنجليزية. اليوم هو تتويج لهذا المسار على مدى 3 أيام، نحاكي نموذج الأمم المتحدة، نحاكي الجمعية العامة للأمم المتحدة في موضوع المساواة، سنناقش، سنترافع، سنفاوض، سيتفاوض المشاركون فيما بينهما، كل منهم يمثل دولة، وسنخرج في نهاية المطاف بقرارات نرفعها لمكتب الإعلام الأمم المتحدة بالرباط الذي هو شريك لنا في بناء هذه التجربة نموذج الأمم المتحدة، إضافة إلى شركاء آخرين كل من منبره، شركاء تربويين، فاعلين اجتماعيين، فاعلين ثقافيين، أيضا فاعلين جمعويين يشاركوننا التجربة. سنواصل المسار مادام أن الطلبة أو أن المشاركين الشباب، شباب تطوان وغيرهم من جميع المؤسسات التعليمية والتربوية، راغبون ومصرون على الاستمرار في خوض هذه التجربة، وأن يعكسوا الوجه المشرق لشباب تطوان خصوصا والشباب المغربي بصفة عامة. ل4 سنوات استفدت بزاف من هذا النموذج، كتعزز الثقة في النفس وبزاف الحاجات. هذا العام والعام اللي فات كنت مسيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. I am one of Finland's delegates, and my entire reason for participating in this entire 3-day event is because I believe that it is able to expose all of our youth to the several and crucial problems that every single country suffers from, and it could expose them to the entire political side of things.